وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف النقيب عبد الله واحد المناعي، رئيس شعبة التوعية والإرشاد بوزارة الداخلية. إذا نرحب بك في نشرة الثالثة. سعادة النقيب، كيف تنظرون لهذا الفوز والذي كان على مستوى كبير من الرقعة الجغرافية كالوطن العربي وشمال إفريقيا؟ مساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. وحقيقة هذه الجائزة جاءت بدعم من سيدي معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومتابعة السيد سعادة رئيس اللجنة العام، وتعتبر جائزة ستيف الدولية تتويج لجهود وزارة الداخلية وتمثل في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبرنامج تعافي. وبلا شك أن هذه الجائزة قيمة بالنسبة لنا، لكن الجائزة الأكبر والهدف الأسمى هو تعافي المدمنين أو المتعاطين. هذا الإنجاز الأكبر بالنسبة لنا. نعم، إذن ما هي المعايير المعتمدة في برنامج تعافي والمختلفة عن غيره والتي أهلته للفوز بهذه الجائزة من وجهة نظركم؟ نعم، طبعا برنامج تعافي هو برنامج أطلق توجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية في عام 2018، وهو برنامج ناجح ولله الحمد. وفي عام 2023 عندنا اليوم 73 متعافي من المواد المخدرة، هذه فقط السنة ذي، وهذا رقم بالنسبة لنا ممتاز جدا ومميز. وفي عام 2023 بدأنا بالاستعانة بالأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من الشؤون الصحية بوزارة الداخلية، مما ساهم في زيادة التعافي من الإدمان. بالنسبة للمعايير اللي اتخذناها، أول معيار وأهم معيار هو معيار الإنسانية في التعامل والسرية التامة، وكذلك الشراكة المجتمعية مع المواطنين والمقيمين والسعي لتخليص المتعاطي أو المدمن من هذه الآلة. نعم، إذن بعد هذا الفوز الكبير ما هي خطط البرنامج المستقبلية؟ طبعا حاليا البرنامج يشهد تطور كبير من ناحية استحداث مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين نسب التعافي من الإدمان، وذلك بالتعاون مع جامعة هارفارد وجامعة تورنتو، وهم من أعرق الجامعات حقيقة على مستوى العالم. والحمد لله اليوم تم عقد ورشة عمل بنادي ضباط الأمن العام بحضور سيدي سعادة رئيس الأمن العام ومختلف القطاعات في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة المعنية بالجانب العلاجي والطبي، وكذلك المصحات المرخصة، وذلك يعني لزيادة نسبة التعافي وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والوصول إلى أفضل نتائج. وإن شاء الله نبشركم بثمار المشروع عن قريب إن شاء الله. نعم، إذن النقيب عبد الله واحد المناعي رئيس شعبة التوعية والإرشاد بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.